زياره للنادي الاهلي رجال، الفوز على الشرطه البتسواني النهارده بنتيجه 3-0 ونتيجه اشواط 25-8 25-13 و25-7. كل يوم بنروح خطوه لقدام للنجمه ال14. ان شاء الله كل امنياتنا طيبه، ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي في النهائي للنادي الاهلي بالتتويج بالنجمه ال14. يعني الف مبروك للنادي الاهلي مره ثانيه، وان شاء الله دايما بطولات ودايما انتصارات للنادي الاهلي.